الفيران اطلقوا عليها مستودع الفيروسات او مستودع الامراض، لانه ناقل سريع جدا ما بين الامراض اللي بيصاب بها الى الانسان. في تشابه فيسيولوجي بين الفيران وبين البشر، اي امراض بتاثر على البشر نفس الامراض تقدر تاثر على الفيران، والعكس اي امراض بتاثر على الفيران تقدر ان هي تتنقل للبشر وتاثر بنفس التاثير وبنفس النتيجه. عشان كده بمجرد دخول فار للمنزل عندك لازم تتخلص منه، لازم تكف، ما تسيبش الفار انه يدخل البيت لانه بيمثل خطوره كبيره جدا على صحتك وصحه افراد المنزل. الفيران تقدر كمان ان تكون حمله، او ممكن كمان تكون حمله للحشرات زي البراغيث وزي الوراد وزي كمان القمل، والحشرات دي حشرات مصدر للدماء. الفار بمجرد دخول المنزل او لو الفار دخل البيت عندك وتحرك في المنزل، فممكن القمل والبراغيث دي ينزلوا من جسمه، وبالتالي هيبحثوا عن مضيف جديد.